السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناه رندات ام معاذ. كما كتشوفوا اليوم غنديروا التتمه، غنديروا الجزء الثاني اللي درنا ديال هذه الخدمه. من بعد ما خدمت الاول والثاني والثالث، هنا غادي نجي ناخذ اللون الثالث. غنجي هذيك العوينه الوسطانيه كنخليوها خاويه، هي اللي غادي نجي نخدموا فيها هذا اللون الجديد. كما كتشوفوا هذه الخدمه راه غنخدموا، ما غنقسموا دابا ما حتى حاجه. غادي نبداو نجيو الجناب، راه هما باينين الجناب عندنا. لوح الخيط ديالي الفوق، كنجي هنا كندير زياده باش نبقى غاده، ونزيد ونزيد حتى نوصل للراس مع الرانده ديالي. المهم انا كنخدم هذا باغي حصيره عاديه. هاد الخيوطه شدوهم لويوهم بحال هكا كما كتشوفوا في نيته، نثبتهم بواحد الفنيته هكا، نجبدهم ولويوها على الراس ديال الفنيته باش ما يرزطوناش الخدمه. كما كتشوفوا هكا صافي، هكا كيكونوا مجبدين مزيان كنرجع نخدم الخدمه ديالي. كنجي لي بجنب عاوتاني كنشد فيها، غندير الزياده ديالي، واحد ها جوج كنشد في الجنب. هنا ملي غنسالي غنقول لكم شحال من غرزة عندنا، حيت انا كنت غادا خدامه وكنزيد حتى نوصل للقياس المناسب. ملي غنسالي غنقول لكم القياس ديال الغرز كاملين باش ملي تكونوا خدامين تعرفوا شحال غتخدموا في هذا اللون، بلا ما تبقاو ديروه بحال كما درت انا، وقفت وزدت مثلا اللون. انا نقول لكم شحال من ضربه كاينه هنا باش تعرفوا شحال غادي تمشيو من هنا ومن هنا، ونفس القياس هذا اللي هنا. صافي كيولي يجيكم هذا القياس ساهل، كتخدموا هذا حتى كتوصلوا للخضر، وكتخدموا عاوتاني هذا حتى كتوصلوا للون الاخر، يعني كيولي الخدمه باينه. نرجع نشد ما بين عوينه وعوينه، ديما هذه غرزه ديال الزياده، واحد ديما كنحسبو حيت في الجناب باينين ثلاثة ثلاثة، هذا خاصنا نحسبو باش نديرو حتى هو القياس. جوج ثلاثة أربعة، غنجي نشد في الجنب، غندير زيادة، أربعة، خمسة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهست غادي نجيو في العبر. هو هذاك كما كنت كندير سبعة كل مرة، هو هذاك شفتو، ندير واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وسبعة. شتو؟ وغادي نشد بالجنب هنايا. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نحيد هاد الشي اللي هنايا، غادي نحل نص الثوق ديالي كما كتشوفوا بحال هكا، غادي نحيد هاد الخيوط اللي هنا، غادي نحل
نص الثوق ديالي صافي، حيت انا قضيت القياس المناسب ديالي. مثلا شي وحده بغات تخدم اكثر من هذه الالوان تزيد لون اخر، راه غتخدم بحال هكا سبعه، غتقسم وتخدم اللون وتزيد مازال عاوتاني، تبقى تطلع من هنا وتطلع من هنا، واكيد غيكونوا حتى هاد الجناب طالعين من هنا وطالعين من هنا. المهم هذا هو التطبيق ديال الموديل ديالنا، وحتى هاد القياس مناسب. ما عدا الا بغيتو مثلا تخدموا تكون اعرض، غديروا انا درت ثلاثة في كل لون، نتوما غديروا أربعة في كل لون، أربعة من هنا وأربعة من هنا، هي 8، وغنزيدوا وحدة تسعود ديال اللي كنقسموا بها باش يجينا المثلث ديالنا هو هذاك. دابا غنحيد انا هاد الخيط ديالي، غادي نفتح نص الثوق ديالي عادي صافي، وغادي نكمل الخدمة ديالي. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش حلوا المستوق، راه شفتوه راه ساهل كيفاش وريتكم المره الاولى. دابا غادي نقادو نحيدو هاد الفنيت كامل، شفتوا راه كيوليو عندنا الخيوط بزاف ديال الالوان اللي كنخدموا بهم. هو هذا المستوق ديالنا شفتوه بحال هكا، غادي نقلبو وغادي نقطعو. نص الثوق ديما ملي تقطعوه سيروا معاه بشويه، باش ما تضربوش حتى الثوب. شفتوه بحال هكا، غادي نشدو هكا بالمقلوب ونبلو، وندير نفس الشيء الجهه الثانيه حتى هي نقطع هكا ونشدها نبلها بحال هكا بالمقلوب صافي، نرجع نبدا الخدمه ديالي. كما كتشوفوا ها هو نص الثوق ديالنا ساهل، شاركت معكم الطريقه سهله جدا بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش. دابا شنو غادي نديروا؟ شفتوا كيفاش كيجي المقاد، يعني هنا القياس، هنا القياس، ما هوش ما حتى حاجه، ديما ديروا هذه الطريقه، قطعوا ونبلوه بالمقلوب، غادي يجيكم مزيان. دابا شنو غادي نديروا؟ غادي نبداو ندوزوا الالوان. غادي نشدو هاد الخدمه اللي عندنا هنايا، يعني ساهل، غنخدم غير وحده ولا جوج باش ما نطولش الفيديو بزاف، باش تعرفوا كيفاش كتخدم. غنديروا ناخذ الخيط ديالنا جديد، غنوريكم كيفاش تبدلوا الحرير الا تسال لكم وسط الخدمه. هاد الجنبه ساهل بلا ما نهضروا عليه، ديما هكا الخيوطه نجبدوهم نلقوهم في الجنب بحال هكا على شي فنيته. صافي كيتجبدو مزيان، انا ما لقيتش كيفاش ندير مع التصوير، ما علينا. شنو غنديروا دابا؟ هنا غنجيو غنبداو ما نبقاوش نزيدو الغرز، صافي الغرز ديالنا تحبسوا هنايا. هنا انا غنحسب ونقول لكم شحال عندنا من الغرزه. شنو غنجي ندير دابا؟ غنجي نطلع في هاد الغرز اللي عندي ثلاثه، واحد جوج وهاد ثلاثه، هاد ثلاثه غادي نبقى نمشي ونجي فيهم بحال هكا عاديا، ما غندير حتى حاجه بحال كنطلع في الحصيره بالجنب، ولا كندير ملاقيه ديال ثلاثه غادي طالعه بها صافي. شفتوا كيفاش انا غنبقى خدامه حتى نخدم القياس المناسب اللي غيناسبني انا. بالنسبه لي هنا كتطبيق ما غنطولش بزاف، ولكن بالنسبه لكم نتوما الا بغيتو ديروا الموديل تماما، راه الخدمه خاصكم تمشيو بها تقريبا بحال حتى لهنا، حيت هذه جوزه طويله بالالوان، يعني الا درتها غير صغيره غادي تجي بحال غير جوزه عاديه باللوان، ولكن الا بغيت تجيني هذاك الشكل خصني هاد جوج ضربات بحال ثلاثه ضربات عفوا، بقى غادا طالعه بهم بحال حتى لهنا مثلا. انا غير قدرت مثلا، اما كتكونوا خدامين وكتشوفوا الخدمه فين غادي توصلكم
عفوا باش الا شفتوا الموديل، راه عندنا في هذيك الخدمه كامله الا عندنا جوج جوزات، يعني غتشدي هاد نص الطوق اللي مقسمه انت مثلا دايره فيه 36 ولا 38 ولا 40، غتجي تشديه غتحيدي منه هذيك 7 سنتيم الفوقانيه اللي غتحلها ديال فتحه العنق، وغتشدي هذاك اللي ما باقي لك كتقسميه على جوج باش يجيو فيه الجوزه الاولى والجوزه الثانيه، وفتحه العنق غادي تجي فيها الفتحه ديال العنق راه عاديه، راه شفتوا كيف ما التطبيق. دابا شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نطلع في هاد ثلاثه الغرزات، بقى نطلع فيهم حتى مثلا حتى لهنا واحد شويه، وغنجي هاد اللون حتى هو نطلع به، وهاد اللون حتى هو نطلع به، بحال هكاك ثلاثه من هاد الجهه ومن هاد الجهه، وهذه حتى هي غنطلع بسبعه الغرزات، غنبقى طالعه بها طالعه بها حتى نوصل لواحد الحد معين من هنا مثلا، وغنجي نبدا نسد هاد الجوزه ديالي. هنا كنا حليناها وطلعنا طولناها، ومن بعد غنسدو. انا غادي نخدم واحد شويه هنا، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش نبدلو الخيط. هذا راه ساهل حيت كندفنو غير بالجنب، المشكل هو كيكون في هاد اللي كيكونوا الوسط اللي ما كتعرفوش كيفاش تبدلو الخيط. نديرو مثلا سالنا هنا الخيط في الجنب، غادي شنو غنجي ندير؟ غادي نجي غادي ندفنو في الثوب بحال هكا، نزيد واحد شويه لقدام، وغناخد خيط جديد، غادي نشد في الثوب ديالي بحال غندير خيط من الاول بحال هكا، وغادي نخدم نكمل الخدمه ديالي. شفتوا الا رديتوا البال انا كندير الخيط طويل، الخيط طويل كيساعدني احسن من انه يبقى يتقسم لك في وسط الخدمه وتبدليه، شحال ما كان طويل كيكون احسن. شفتوا قداش دايره؟ انا راه طويل الخيط صافي. وغادي نرجع هنايا هاد الخدمه ديالي، غنبقى نخدم على مثلا واحد جوج ضربات ولا ثلاثه صافي، من بعد غنقطع هذا ونكمل الخدمه ديالي عاديه. كيف ما كتشوفوا انا خدمت مثلا شويه في هذا، غادي نوريكم مثلا هاد الخيط الحرير ديالي تشنتف ولا قريب يسالي كيفاش غادي نبدلو في وسط الخدمه. غادي ندير مثلا شديت هنايا في الثوب، عفوا في الخدمه اللي حداه، غادي نجي ندير حرير جديد، غادي نضرب عليه الضربه الاولى، غنعاود الضربه الثانيه، غنعاود الضربه الثالثه. ما يبرش تقولش هاد اللوان هنا تقولوا هنا راه ضربت كاينين غير جوج، راه كاين الثالثه ديما كتكون ملاقيه هي واللون مغاير اللي حداها. غادي نخدم هكا، غادي نرجع نمشي فوق منه، انا خدامه ولكن راه هو كاين داخل هذاك الخيط، يعني راه كنمشي ونجي عليه. ها جوج، ها ثلاثة، كنتمنى يكون واضح، انا مقربة بزاف باش يبان لكم كيفاش. غادي نشد في الجنب، وغادي نخدم عليه عادي، واحد جوج، انا مقرباه ليكم كاع وما ما غيبانش الفرق، وخلاص ملي غنبعد الخدمه ما غاديش يبان بصفه نهائيه. هانتوا انا غادي دابا شنو غادي ندير؟ غنجي لهذا الخيط القديم خدمت عليه، مشيت وجيت، غادي نقطع، نحاول نقطع على الحد، ولكن عندك كنت تضربوا الراندا شفتوا، ها هو ما باينش كاع بلي راه كان خدام. وعاد ديجا حتى الا بقات لك شي تنتيفه راه كتخدميها مع الخدمه اللي كيكون في الجنب. شفتوا دابا قريبه وما كيبانش الخيط الاثار ديالو، انا غنحاول نبعدها. شفتوا ملي كتبعد كتبعد خلاص ما كيبانش كاع اللي مع، اما بهاد الطريقه ما غيبانش الفرق امتى تسال لك الخيط وامتى بدلتيه. شفتي كيفاش؟ ها هي ما كيبانش الفرق نهائيا فين تبدل الخيط وفين تسال. كيف ما كتشوفوا طلعت شويه من هذه شويه شويه، يعني غادي خصنا نمشيو كل غادي نفس العبارة قد هاد الجهة قد هاد الجهة، يعني قد ضربات لي كاينين هنا قد ضربات لي كاينين هنا. دابا الوسطانية غادي نخدمها عادية كما قلت لكم، هنا ما غنزيدش الغرز، غنشد هنا وغندا نضرب واحد جوج ثلاثة، قلت ربما توضرو في هادي نوريكم الوسطانية كيفاش، أربعة خمسة
ستة وها سبعة. هنشد الجنب ونرجع في هادو سبعة، ما عندي لا زيادة لا والو. دابا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة. شفتو هنا كنبقى غادا مقادة صافي، حيت هنايا غتولي تجيني غير طويلة صافي، يعني سبعة الغرزات اللي غادي نمشي فيهم. ها خمسة ها ستة ها سبعة. وهنا غادي تطولوا شحال ما بغيتو نتوما، انا درت غير شويه غير باش نشرح لكم التطبيق كيفاش. شفتوا صافي غنبقى غادا هنا بسبعة سبعة سبعة وغادا هنا ثلاثة. هنا ملي غنجي نحسب قلت لكم غنقول لكم شحال عندنا، عندنا ثلاثة وثلاثة ستة وثلاثة تسعود، هنا ثلاثة وثلاثة ستة وثلاثة تسعود هي 18، تسعود من هنا وتسعود من هنا هي 18، وغنزيدو على سبعة اللي هنا هي 25. يعني هاد نص الطوق اللي خدمت انا فيه 25 غرزة. تقدروا تمشيو تخدموا نتوما نفس هاد القياس، تقدروا تخدموا كبر، الا خدمتو كبر غتزيدوا هاد ثلاثة غيكونوا نفس القياس هاد اللي من هنا، والوسطاني غيكون الدوبل ديالو وزيد فيه واحدة. يعني هنا عندي ثلاثة ثلاثة ثلاثة، هنا عندي فيه سبعة، يعني الا جيت نقسمو بحال غيبقى نص ثلاثة هنا نص ثلاثة هنا وحدة الوسط. بغيتو تزيدو هنا غتخدمو مثلا ربعة ولا خمسة، غتخدمو هنا ربعة هنا ربعة هنا ربعة. هاد الوسطاني غادي تخدمو فيه تسعود، تسعود بحال غتقسمو جوج وغتجات لكم وحدة الوسطانية هي هادي. دابا شنو غادي ندير، انا غنوصل هذا حتى للراس وغادي نرجع نسد الكوزة ديالي. كيف ما كتشوفو انا قاديت هذا النص ديالي هنا، مازال هنا خاصني واحد سطير باش نتقادو، ما علينا باش ما نضيعش الوقت. كما كتشوفوا هنا خدمت شنتف ليا واحد شويه حيت الراس كان مشنتف ديال الحرير، من الاحسن الا كان عندكم شي حرير مشنتف من الاحسن تفاداوه وحيدوه غيخسر لكم الخدمه. انا بديت بيه قلت صافي معليش، ولكن ما تشنتف ليا الراس ديالو. دابا باش غنداوم ملي غنجيو نسدو الكوزه باش غنداوم، ما كنبداوش بالجنب كنبداو بالوسط هو الاول. دابا هنايا كانوا عندي سبعه الغرز، دابا غادي نرجع في هادو، ما شديتش هنا الا رديتو البال، انا ما شديتش بالجنب حيت ما بقيتش غنشد في الجنب. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. رديتو البال خليت انا واحدة من هنا وخليت واحدة من هنا، دابا يعني غادا وكنقص واحدة ونرجع فيها بحال هكا. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. المرة الأولى كانت عندي هنا سبعة، نقصت ولات ستة، دابا ولات خمسة، غادي نرجع في هاد الخمسة. واحد جوج ثلاثة أربعة، أنجي حتى لهنا ما غادي نشدش في هاد الخمسة ونخليهم غير ربعة، نرجع فيهم عاوتاني. واحد جوج ها ثلاثة، شفتو؟ وغادي نرجع هنا. واحد جوج شتو انا غادا وكندير، من بعد غادي نرجع نضرب في الوسطانيه وها هي الكوزه ديالي سديتها. كما كتشوفوا هي راه انا عندي كوزه صغيره حيت ما جاتش مقاده، حيت هاد البلاصه خاصها تخدم مازال طويله عاد تقسم. انا درت لكم غير التطبيق، دابا غادي نخليو هذا وغنجيو ناخذوا اللون اللي فيجن وغنوريكم
حتى هو كيفاش ندخلوا فيه هنايا، ومن بعد الالوان الاخرين راه غيكونوا بحال بحال. كما كتشوفوا انا شديت اللون الثاني، شنو غادي ندير؟ غادي نرجع فيه بحال هكا، عندي فيه ثلاثة ياك، نضرب واحد جوج ثلاثة، ثلاثة هي هادي لهنا بحال هكا نخدمو عادي. من بعد شنو غندير؟ غنجيو نشدو العوينة اللي في جنب، غنبداو ندخلو دابا في هاد اللون تاني، غنشدو في الجنب وغادي نضربو. واحد جوج جوج وهاد ثلاثة، يعني حنا كنبقاو غاديين كنشدو في الجنب، عوض ما كنشد كنا كنشدو من هنا، دابا ولينا كنشدو من هنا. شتو كنبقاو غاديين بحال هكا، ما كتبانش لكم مزيان حيت هاد الطواله ما عنديش. عاوتاني غنجي للثانيه، غنبقى نخدم ثلاثه ونشد من هنا، عوض قبل ما كنت كنشد من الجهه الثانيه، غنخدم بحال هكا غنميلو. علاش؟ حيت هنا ملي غادي نميلو غنشدو غيخرج لينا واحد اللون جديد، هو اللون التوب غنبداو نخدمو به. ديك الساعه غنبداو نخدمو به هادوك شي نقصنا من الجناب، وغنرجعو نحلو الكوزه ديالنا عاديه جديده. يعني بحال هكا بلاتي انا غنخدم معاكم لون اخر من الجنب. شتو انا خدمت الجهه الثانيه باش نوريكم هاد البليصه كيفاش غادي تسد ديالنا. هنا خدمت ثلاثه ملي وصلت حتى للراس تقديت، غتبقى لي هذيك الضريبه الوسطانيه اللي فيها هاد اللون هي اربعه. غادي نشد هاد الخيط اللي عندي هنايا، غادي نخدم عليه بحال هكا، نحاول نحيد هذا باش ما يجي مغلط. خمسه وسته وسبعة، من بعد غادي نبدا نقص، غادي نديرهم ستة، من بعد خمسة، من بعد ربعة، حتى نوصل عاوتاني لواحد في الراس بحال كيما درت هادي. بقيت غادي نكون نقص ها ستة. شفتو ها هي السبعة، هي هنا غادي نخليها وغادي نرجع فيها. واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة، غادي نرجع نبقى غادا ندير ربعة ثلاثة جوج واحد حتى نسالي. كما كتشوفوا بحال هكا الخدمة ديالنا، غير هي ما جاتش واضحة كما انا، حيت خاصني نطول مازال هكا باش يبان لكم الشكل. هكا غير كنسدو، كتشوفوا كيفاش كنكونوا غاديين وكنميلو كنسدو. غنجيو اللون الثاني حتى هو نديروه ونسدو، والاخر نديروه ونسدو، من بعد غادي نجمعو هادو كاملين هنا وغناخدو.
لون الثوب وغادي نبداو نخدمو هذوك الفراغات اللي كاينين هنا. طبيعه الحال دابا عندنا الحساب حنايا هنا على حساب هذ الكوزه عندنا، يعني غادي نخدمو هنا الجناب اللون السام، وحنا غاديين حتى نوصلو عاوتاني النصف ونبداو عاوتاني نحلو وحده جديده من التحت بحال هكا. تمنى الخدمه ديال اليوم وهذا الفيديو اللي كان تحت طالبين اعجابكم، ولو عجبكم ما تنساوش تدعموني بلي لايك وبالاشتراك ديالكم لاول مره كيشاهد القناه، يفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله، حتى الفيديو الجديد ان شاء الله.